بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم. وصفة اليوم هي عيون الغزال بالكاكاو والشوكولا. نجهز للعجينة: ربع كوب ماء، ربع كوب حليب، ملعقتين كبار زيت الزيتون أو أي زيت عندكم، ثمن ملعقة سكر، ثمن ملعقة ملح، ثمن ملعقة فانيليا، نص ملعقة خميري، ثمن ملعقة بيكنج بودر، حبك بياض بيضة، ما مشكلة إذا نزل شوي بالصفار. خلي الصفار دهن الوجه. ترتاح العجينة ساعة كاملة. عندي هون كوب تمر مستوي طلعت منه النوى. نعمل معجون التمر. ملعقة صغيرة زيت جوز الهند، ملعقة صغيرة زبدة، ملعقة صغيرة قرفة، ملعقة كبيرة مليانة شوكولات دارك، بيعطيها طعم أطيب، طعم مركز، مركز يعني قوي. بعجن المكونات مع بعضها. عجنت عجينة التمر. إذا عذبتكم بالعجن حطوا شوية زيت تنعجن بسرعة. طعمها بالكاكاو وقطع الشوكولا جوبا رائع. العجينة بقسم العجينة لكرات صغيرة. كورت كوب التمر ما شاء الله طلع بركة. بدهن القالب بالزيت. دهنت القالب بالزيت. بطن القالب بالطحين. هذا القالب المقاس الوسط بالطقم. هو المقاس العرض مقاس 5 سنتيمتر والطول المقاس 10 سنتيمتر. بطنت القالب بالطحين. تعملوا اي قالب عندكم، مدور، مربع، مستطيل. تخمرت عندي العجينة، فرغها من الهواء ان شاء الله. حط على النص الثاني من العجينة نص معلقة كاكاو. بحط شوي ماء أو حليب أو شوي من الزبدة أو السمنة أو الزيت بساعدني على العجين. صار عندي العجينة البنية والعجينة البيضاء. أنا مغطاي العجينة بالكيس عشان ما تنشف. افتحها هيك شو بتنفتح بسرعة. أول شيء منكورها بعدين بفتحها. كرات التمر سكرها بقطعها من تحت إذا كانت زايدة أو كبيرة. بحط المقطعات من تحت للأسفل بسرعة. مدة على إيدي بتمد بسرعة. كرات التمر كورتهم قبل ما أشتغل بصير الموضوع أسهل. بسكرها مضبوط. كورها شوي حطها بالقالب. هاي كرة وهاي كرة. افتح البيضة صغيرة انا عملتها. بفتح البنية. بلزق البنية مع البيضة مع بعض. السماكة العجيني الفرد يعني هيك مثل ما بتحبه. بحط الكرة. بحط كرات الشوكولا. بحط كرات الشوكولا. بسكرها. بقطع الزوائد من تحت. ما في مشكلة. هيك صارت شكلين مع بعض. كمل كل الكمية بنفس الطريقة. كملت كل الكمية. خليها تتخمر ربع ساعة. وطيها لما تتخمر. اي كيس اي نايلون غذائي اي فوطة عندكم دخلها على الفرن درجة حرارة 180 على الرف الوسط. وحط على صفار البيض نص ملعقة صغيرة خل عشان الزنخة والزفارة. ثمن ملعقة صغيرة فانيليا تعطيها ريحة حلوة.
حرك المكونات مع بعضها. بدها نوجه بالبيض، صفار البيض. طلعت من الفرن، بنتظر حتى يبرد تماما بعدين نقلبها. طلعت من الفرن، طلع من الفرن، قعد بالفرن نص ساعة. عيون الغزال بالشوكولا والتمر. ما شاء الله نافش وهش، وهيك اسهل من البرق، طلع كأنه كيك. نافش ما شاء الله. جربوه طيب كتير. ممكن يتاكل على الفطور، على الغداء، على العشاء، على السحور رمضان، على الفطور رمضان. جربوه. ممكن يتاكل على الفطور او على العشاء او على الغداء حسب الرغبة. شكله حلو، شكله راقي، شكله راقي، ضيافة فخمة. بشبه التوست، بس التوست مسطح. التوست مسطح، ممكن نقطع قطعة منه نشوف. قطعت قطعة منه، ما شاء الله نافش وهش. إذا ضغطت عليه بيرجع لحاله. كل ما تخمرت العجينة أكثر كل ما صارت هشة أكثر. بشبه الكيك، كرات السود الغامقة هون وهون. شوكولا، هاي شوكولا وكاكاو، معجون التمر. ضيافة راقي، ضيافة مميزة، هش وطري. أنا حطيت مع معلقة الخميرة الكبيرة، ملعقة كبيرة بيكنج بودر، بساعد على الهشاشة. لبن الزبادي كمان بساعد على الهشاشة. ممكن اشتراك في القناة، عمل لايك، تفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد. أطفال كتير بيحبوه، بغرن المنظر، بغرن الشكل، بغرن الشوكولا. عيون الغزال بالشوكولا والتمر، فعلا منظر غزال. عيون الغزال بالشوكولا والتمر، فعلا منظره غزال. ممكن الاشتراك في القناة، عمل لايك، تفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد. هاي الكرات الغامقة، هذا الغامق، كاكاو وشوكولا والتمر وقرفة وزبدة.
شيروا الفيديو، شاركوه مع الأصدقاء، حبوا الكبار والصغار والأطفال. هذا أكثر شيء بحبوه الأطفال، شوكولا. عندهم هذا الشيء إنجاز للأطفال. أحلى شيء في الدنيا عندهم. ممكن تاكلوه على السحور وعلى فطور رمضان، ممكن تاكلوه على الغداء أو العشاء أو على الفطور. مشبع ومفيد وصحي. بساعد على الشبع. قطعة واحدة بتشبع ما شاء الله. وعملوا سهل، أسهل من البراك. هش وخفيف. رائع. هش وخفيف ورائع. صحة وهنا وعافية عليكم.